तो हमारे मिस्र से तशरीफ लाए हुए मेहमान आली जनाब मोहम्मद अब्दुल लतीफ अब्दुल साहब से मैं अलवन दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपको मुखातिब फरमाए। फजीलत शेख मोहम्मद अब्दुल लतीफ अब्द السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد عبد اللطيف عبدو. أعمل مستشار إعلامي لسفارة مصر في الهند. جئت إليكم نيابة عن السيد السفير دكتور محمد عبد الحميد حجازي الذي يحرص دائما على تلبية أي دعوة توجه للسفارة المصرية لكي تحضر وتشارك في المناسبات الإسلامية وغيرها التي تقام في الهند. منذ أيام قليلة كنت في إحدى الولايات، ولاية كاليفورنيا، مدينة كاليكوت بكراولا، بدعوة من جماعة كاليكوت لحضور محاضرة عن الشاعر الهندي أمير خسرو. وزرت كلية اللغة العربية بروضة العلوم في هارفارد، وكم كنت سعيدا أن أجد هناك في الهند من يتحدث باللغة العربية. والآن أنا أكثر سعادة عندما آتي وأحضر لبيت من بيوت الله، أحضر عملا إسلاميا جليلا وهو المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم. الأخوة الأفاضل، تحتفل الأمة الإسلامية هذه الأيام بذكرى عظيمة، هي ذكرى مولد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. جاء محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى للعالمين، كانت رسالته خيرا ونورا على البشرية، أخرجت الناس من ظلمات الجهل والتخلف إلى نور الحق ونور الإسلام. ونحن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقيم سنته وأن نقتدي به ونحافظ على كتاب الله وهو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالقرآن الكريم هو دستور العالم الإسلامي، دستور حياة وشريعة. إن عشنا واتبعناه وعملنا به سلمنا وغنمنا وكان لنا الفوز في النهاية. ولعل أفضل أسلوب للحفاظ على القرآن الكريم هو حفظه وترتيله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كم أنا سعيد جدا أن أجد هؤلاء الشباب وهؤلاء الإخوة الأفاضل. سعدت أكثر بمن يتحدث اللغة العربية وكأني في القاهرة بلد الأزهر الشريف، أو كأني في المملكة العربية السعودية بلد الحرمين. وسعدت أكثر وأكثر لحضور هذه الاحتفالية الإسلامية العالمية، وهي المسابقة التي تقام في حفظ القرآن الكريم
وتمويله وتغذيله والأسافة. هذا عمل جليل وعمل طيب يجب علينا جميعا أن نشجعه. جزى الله القارئ محمد علي خان خير الجزاء على هذا العمل الجليل، جعله الله في ميزان حسناته وأقصر من أمثاله من يعملون الخير ومن يحافظون على كتاب الله. ونأمل في المسابقة الإعلامية الثالثة أن يكون هناك عدد أكبر من المشاركين من الدول العربية والدول الإسلامية، حتى تكون هذه المدينة الجميلة المدينة الأثرية الإسلامية عاصمة وحاضرة للحفاظ على القرآن الكريم. لا أطيل على حضراتكم، ولكن أود أن أؤكد أننا في مصر في القاهرة بلد الأزهر الشريف نساعد وندعم أي عمل إسلامي، ونتمنى للمتسابقين جميعا الفوز في هذه المسابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.